وطبعا لما عرضت لك الفيديوهين دول اول حاجة هتقولها هتقول انت طالع علشان تقول لنا ما تشجعوش المغرب، ما تفرحوش للمغرب المنتخب العربي، ولكن انا مش طالع اقول لك كده تماما يا عم الحاج، طالع اقول لك ان انت لو مشيت بنفس الكلام اللي شغال على السوشيال ميديا تبقى انت انسان فعلا ما بتفهمش كورة، وعايز اقول لك كمان طز فيك كمشجع ما بتفهمش كورة. القصة باختصار يا جماعة ان احنا هنا بنشجع منتخب عربي وليس فريق او ليس جمهور فريق. اللي حصل ده يا جماعة حصل من جمهور الوداد المغربي مش من كل المغرب، زي ما عندنا جمهور، طب ما احنا عندنا جمهور الاسماعيلية احيانا بيعمل مشاكل، جمهور المصري بيعمل مشاكل، جمهور الزمالك بيعمل مشاكل، جمهور الاهلي احيانا بيعمل مشاكل. انا طبعا هنا ما بقولش كل الجمهور، ولكن بقول بعض من جمهور كذا من جمهور كذا من جمهور كذا بيعمل مشاكل، ولكن كل اللي اقدر اقوله لك ان احنا هنا يا جماعه لازم نفرح ولازم نشيد بالمغرب. انا شخصيا في قمه السعاده بمنتخب المغرب، ومهما اقول وعيد من مبالغه في كلامي طبعا انا كده مش هوفي اللي عمله منتخب المغرب، لان في كل مباراه كان بيلعبها بنبقى متوقعين الخساره وبيثبت لنا العكس وبيفوز، وفاز على انديه ولا اروع من كده، فاز على منتخبات ولا اروع من كده. فلما نيجي نتكلم عن منتخب المغرب اقول لك افرح لمنتخب المغرب كمنتخب عربي، شجع منتخب المغرب كمنتخب عربي، واوعى تاثر من انك تشجع وتقف جنبه وتسنده وتبقى اكبر سبورت لي منتخب المغرب. انا شخصيا في كل مباريات منتخب المغرب بكون في قمه السعاده بسبب الاداء اللي بشوفه، وفي الاخر بنهي برضو المباراه بقمه سعاده ما لهاش حلول وما لهاش حد بسبب الفوز. عايز منتخب المغرب يكون هو صاحب كاس العالم، وده مش بعيد، وده اللي هنتمناه، وانا شخصيا اتمنى جدا 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 ان منتخب المغرب يكون هو صاحب كاس العالم قطر 2022، بما انه موجود في قطر او موجود في منتخب عربي يبقى احنا عايزينه يكون عربي ويكون الكاس عربي. كل الدعم لمنتخب المغرب، ولو انت ما كنتش اكبر داعم لمنتخب المغرب يبقى ده عيب فيك انت وتظ فيك كمشجع ما بتفهمش كوره.